مريضنا العزيز استاذ كاظم كان يعاني من تضخم بالطحال، يعني مع حصى المراره، وهاي نتيجه يعني احنا نصيح له فقر الدم البحر المتوسط اللي هي الثلاسيميا. والحمد لله والشكر اجينا العمليه قبل 10 ايام. يعني طبعا كان تضخم الطحال يعني مرعب معنى الكلمه، الطحال كان وصل للحوض، يعني من اعلى البطن الى الحوض يعني. والحمد لله والشكر احنا اليوم العاشر وتم رفع الخيوط، والحاله الصحيه ان شاء الله هو استاذ كاظم راح يعني يشرح لكم عنها شلون كان يعاني من عندها. يعني اشكرك دكتور، رحم الله والديك. والله بالنسبه انا ب 92 صرت بهذا المرض. نعم. ولحد الان يعني راجعت اطباء وراجعت يعني ما وصلت النتيجة يعني. وبالنسبه اخر شيء يعني الفتره هاي خلال شهرين هسه يعني الطحال كلش الضخام عندي. نعم. يعني بالنسبه ما اقدر يعني حتى اتنفس، حتى اكل ما اقدر اكل بعد. نعم، لأنه حجم الطحال بصراحة كان يعني حوالي تقريب يعني طول الطحال تقريب حوالي 35 إلى 40 سنتي، طبعا حصل تقريب بالعشرات، يعني عملية كانت معقدة بفضل رب العالمين، حوالي ساعتين ونص إلى 3 ساعات يعني تم رفع الطحال. والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر على جهودك. يعني كنت تاخذ دم بهاي الفترة؟ اي أيوة والله خذ دم كل شوية يعني، بس ما فاد يعني، قام كم أسبوع أو 5 أيام. نعم. يعني اخلي دم ويروح. يعني بالنسبه لشغلتي يعني انتهت. الحمد لله رب العالمين. الله واهل البيت. ان شاء الله ننصح يعني جميع المرضى اللي يعانون من تضخم الطحال نتيجه الثلاسيميا او نقص الصفائح يعني المناعي وعدم الاستجابه للعلاج واخذ دم متكرر يعني اسبوعيا، نقول انه يعني يحتاج رفع الطحال. ليش؟ لسلامه المريض. صحيح هو الطحال مسؤول عن مناعه المريض وعلى الاقراص، بس احنا بكل الاحوال يعني رفع الطحال اذا كان مريض هو سلامه المريض، حتى يتجنب المريض اخذ الدم اللي نقول الاسبوعي، وتجنب هذا يعني التضخم والالم مالته، صعوبه بالحركه بالمشي. وان شاء الله نتمنى الصحه والعافيه استاذ كاظم وجميع المرضى ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. وان شاء الله بيك ان شاء الله. رحم الله والديك. نشكر. الله يخليك. رحم الله والديك. والديك دكتور.